خليني أخذ كمان مكالمة من مونتريال. أهلا وسهلا أخوي. أهلا وسهلا أخ يعقوب، تفضل. يا أهلا وسهلا بك، أنا بحييك وبحيي برنامجك القوي وعلى مجهوداتك، وأنا كمان بحب أقول كلمة لإخواني العابرين في كل مكان في العالم. أنا كمان أخ عابر، وطبعا أنا بقول إنه ما فيش فرح أكتر من فرح المسيح، ومش هنشعر بحياتنا أبدا بالفرح الحقيقي إلا بوجود المسيح في حياتنا. وأنا بتمنى على كل شخص كان له تجربة مع المسيح وقدر إنه هو يطلع من الظلمة إلى النور، إنه يكفي الطريق بثبات ويكون ثابت في المسيح، ويكون عنده إيمان قوي إن الله موجود وحي بيناتنا، وبالفعل إحنا بنستمد كل قوتنا على المسيح، من المسيح. وبرجو من كل شخص عابر في أي مكان في العالم إنه يصوب عينه فقط على المسيح، ويضل ماسك بالمسيح في إيده كل ما يملك في المسيح. عرضنا كتير لتجارب، وبنتعرض لحروب قوية جدا، إن كان من الشيطان أو كان من الناس اللي هم بيضطهدونا في كل مكان في العالم، لا يقدروا، بيحاولوا إن هم يقدروا يغيرونا مسار حياتنا والطريق اللي احنا اخترناه، ولكن احنا ثابتين في المسيح. بالفعل الحياة المسيحية هي حياة فرح فعلا مع المسيح، ونحن بنشعر بهذا الشيء من بعد ما قدرنا ان احنا نطلع من يعني جينا من زي ما بيقولوا من الشوك للورود. يعني احنا عايشين في بستان ورود، ولكن بالفعل عم نتحارب من الشيطان، ولكن بالفعل ان احنا اقوياء بالمسيح. التجارب كتير والاختبارات كتير والحروب هتبقى كتير على كل شخص عابر، ولكن أنا بتمنى أن كل إنسان بيسمعني الآن أنه بالفعل يكون عينه بس على المسيح. آمين. وسلاحنا القوي هو الإنجيل، ومكملين المشوار لآخر لحظة، ومنتظرين وعد الرب لينا بالإكليل الجميل اللي هو وعدنا به. وأنا بشكرك على برنامجك الجميل، وبشكر كل ضيوفك وكل الناس، حتى الناس اللي بيسمعوك دلوقتي وكل المشاهدين. ربنا يبارك. في وقت أكتر أقدر أتكلم. ربنا يباركك يا أخي يعقوب، أنت كمان خادم بتخدم، وأنا بعرف أنك أنت بتتابع بالاجتماع، أكيد يمكن في معك بالاجتماع كمان ناس، فبشكر رب من أجلك. نعم نعم أخ نزار، نحن بنقول إنه الرب يديكم القوة وتكملوا المشوار بثبات يا رب كلنا، وبنصلي من أجل كل شخص عابر في العالم إنه يبعد عنه فكوخ الشيطان ويضل مكمل الطريق بقوة، ومهما تعرضوا لحروب إحنا منتصرين باسم الرب يسوع، رح ننتصر، والسماء تفرح بعودة خاطئ واحد أكثر من 99 لا يحتمون لك. ونحن بنشكر الرب على هيدا الفرح اللي احنا عايشين. ربنا يباركك يا أخي يعقوب، ربنا يباركك، شكرا جزيلا، شكرا، والرب يكافئك. يا ريت ترفع بس هيك لو كلمة قصيرة بصلاة لأخوتك وأخواتك العابرين. يا رب نحن بنشكرك يا رب من أجل هذا اللقاء الجميل يا رب اللي أنت دعيتنا فيه، مش خاطر نجتمع ونشبك إيدينا بإيدين بعض ونرفع عيوننا إليك إلى السماء يا رب، ونقول لك بنشكرك يا رب، بنشكرك على إحساناتك يا رب في حياتنا يا رب، بنشكرك على كل الأشياء يا رب، بنشكرك لأنك أنت بتسدد كل احتياجاتنا يا رب الروحية والنفسية والمعنوية. بنشكرك يا إلهنا الطيب لأن إحنا عنا إله حي بنلجأ ليه يا رب وقت الضيق، وبنلاقيك دايما موجود حوالينا يا رب. يا رب شيل يا رب كل اضطراب وكل خوف وكل ألم وكل وجع في قلوب كل إنسان يا رب، كل شخص ماشي وراك يا رب اليوم يا رب يخرج من هذا الاجتماع يا رب قوي بيك يا رب الروح القدس، يعب حياتنا، يعب كل الفراغات يا رب، وتصير كل بيوتنا كنائس حية يا رب تنادي باسمك في كل مكان يا رب. نعم يا رب انت اله عظيم، اله قدير يا رب، اله قادر ان تصنع المعجزات يا رب معنا. بنطلب منك اليوم يا رب شفاء روحي وشفاء نفسي لكل انسان بيسمع يا رب وبيحضر اجتماعنا وكل انسان موجود في العالم يا رب. نعم يا رب خلي يا رب زي ما نحن بنطلب منك دايما وباستمرار انه نستمد قوتنا منك انت بس يا رب، ما نلجأش لأي انسان ولا اي شخص يا رب،
كما قلت يا رب ملعون من يتكل على زراع بشر يا رب، انت الزراع القوي يا رب والظهر اللي بنستند عليه، قوينا يا رب لنكفي معك المشوار يا رب. كل شخص عابر يا رب بالاخص، وكل انسان مسيحي على وجه الارض، وكل انسان يا رب مش بس مسيحي، انت يا رب المس قلبه يا رب اليوم يا رب، يكون في تجديد في حياتنا بالكامل يا رب، باسمه سلطان الرب يسوع المسيح. بنشكر كل اخواتنا الموجودين معنا اليوم، وبنشكر الاخ نزار، وبنشكر كل الناس اللي بيقوموا يا رب على خدمتك يا رب، قويهم، بارك يا رب حياتنا، سهل كل امورنا يا رب، باسم سلطان الرب يسوع المسيح، ولك كل المجد والكرامه الى الابد. امين امين. شكرا شكرا جزيلا اخ يعقوب، ربنا يباركك وربنا يكافئك. تعرفوا الشيء اللي حبيته في الاخ يعقوب والمجموعه، نقول مجموعه كبيره من كل الخلفيات، يعني من مصر، من الأردن، من سوريا، من المغرب، من فلسطين. اللي لمسني في اجتماعهم، بتحس كأنك أنت في كنيسة أعمال الرسل، وكان كل شيء مشترك بيناتهم، المحبة الموجودة. وواحدة من الأخوات اللي هي كانت بتدرس، أستاذة في الشريعة الإسلامية، يا على ابتسامتها ومحبتها للرب في الاجتماع، بتحب الرب جدا يعني. فنشكر رب.